إعادة هيكلة بعض الدواوير في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للنائب المحترم عبد اللطيف مرداس من الفريق الدستوري، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيد الوزير، السيدات والسادة النواب المحترمين، دائما في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي اتخذت فيها قرارات هامة مستمدة من فلسفة وروح هذه المبادرة، وخاصة على مستوى إعادة هيكلة بعض الأحياء والدواوير السكنية التي تنعدم فيها أدنى مواصفات العيش الكريم، إلا أن الملاحظة التي ينبغي تسجيلها في هذا السياق تتعلق بعدم أجرأة بعض القرارات المتخذة في هذا الشأن، وكمثال على ذلك نريد مثلا يتعلق بدوار حليمة الحجام الواقع بهامش مدينة بن أحمد إقليم سطات، حيث تم تخصيص مبالغ هامة لإعادة هيكلة هذه الدواوير، وأجريت الدراسات وسلكت جميع المساطر الإدارية وتمت لقاءات مع السكان والجمعيات، لكن على الرغم من مرور وقت غير يسير فإن هذا المشروع لم يعرف طريقه إلى التنفيذ لأسباب غير معروفة، علما أن المبالغ التي خصصت فيها إطار هذه المبادرة المشاريع أخرى نفذت أو في طريقها إلى التنفيذ. من هذا المنطلق نسائلكم السيد الوزير عن الأسباب الكامنة وراء هذا التأخير، وشكرا. شكرا سيد النائب المحترم. جواب السيد الوزير. شكرا سيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمين. فأنا بغيت في البداية نأكد بأن إعادة هيكلة الدواوير أو الأحياء رأى في ماشي مختصاص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وأن التدخل ديال المبادرة يمكن له يتم في بعض الأحياء لمواكبة مشاريع كهذه إذا كان الساكنة في الحقيقة عطاتها الأولوية، وديك في هذا الإطار تتكون الدعم ديال المبادرة تيجي كدعم تكميلي للتدخل للأطراف الأخرى من وزارات معنية أو من جماعات محلية أو ساكنة. أما فيما يخص الحي، موضوع السؤال المطروح، فإن هذا المشروع عرف عدة صعوبات، لأن تأكد من المكتب الوطني ديال الماء الصالح للشرب أكد على صعوبة إعادة هيكلته بدون هدم عدد كبير من المساكن، والوكالة الحضارية أكدت بأن هذا الحي تواجد في واحد الشعبة، وأيضا هناك إشكاليات اللي هي مطروحة نظرا لعدم واحد العدد ديال السكان ما باغينش يتنقلوا من هاد المنطقة، وكاين صعوبات أيضا لإيجاد عقار جديد باش يتم تحويلهم لهذا المنطقة. فتم عدة اجتماعات، ونظن احنا تقريبا الآن كاين واحد توافق حول واحد الحل اللي يمكن يساعد باش هذا المشروع يتنجز، وهناك غلاف مالي اللي هو مخصص لا من طرف المبادرة الوطنية ولا من طرف المجالس المعنية ومن الوزارة، وشكرا. شكرا السيد الوزير. تعقيب السيد النائب المحترم. السيد الوزير، ربما المعلومات اللي وردت عليكم من المصالح ديال العمالة ديال السطات انها خاطئة، لان ما كاين حد الساعة ما كاين حتى مشكل، لان الدواوير جات في ارض مقادة ما كاين فيها لا شعبة لا هذا، وبالتالي ان المبالغ ترصداد، ودخلنا في شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعة البلدية الجماعة الحضرية ديال مدينة بن أحمد ووزارة الإسكان في إطار البرنامج ديال محاربة أو إعادة الهيكلة ديال الدواوير الهامشية والناقصة التجهيز. وعلى عندي هنا أرقام السيد الوزير ممكن لي نعطيهم لكم، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خصت لنا 10 مليون ديال الدرهم، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب خصص لنا 1,600,000 درهم، ووزارة الإسكان 3 مليون ديال الدرهم، وشكرا. شكرا سيد النائب المحترم. تعقيب سيد الوزير.
انا ما عنديش نفس الارقام ولا نفس السميتو، يمكن ما تتكلموش على نفس الحي، ولهذا انا حنا مستعدين باش يكون في هذه النقطه تدقيق المعطيات، وحنا على كل استعداد باش دعم مشروع لاعاده هيكلات هذا الحي. وشكرا. شكرا سيد الوزير.